من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. فوز غالي وثلاث نقاط من اغلى الثلاث نقاط للنادي الاهلي بعد مباراه ماراثونيه ما بين الاهلي ونادي غزل المحله. انا بينضم لي في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، قبل ما اتكلم على المباراه عايز ارجع بيك ل 18 سنه، اكيد استرجعت مباراه موسم 2002 و2003 وهدف الكابتن سيد عبد الحفيظ بنفس السيناريو في الدقيقه في التوقيت القاتل كان 3-2. النهارده نفس السيناريو بيقرر فوز غالي ومباراه كبيره النهارده كابتن سيد. بالتاكيد هي مباراه كبيره واحنا عارفين كويس قبل ما نيجي احنا جايين نلعب مين. فرقه المحله عامله عروض لحد دلوقتي ممتازه جدا، ما خسرتش ولا ماتش اصلا لحد دلوقتي، تعادلت مباراتين وكسبت مباراتين. عارفين كويس قوي ان كابتن عود عامل شغل كويس قوي، محافظهم بشكل كويس، ريتم ادائهم كمان كويس يعني. لكن هي دي الكوره يعني، في لحظه الاحوال بتتغير والاجواء بتتغير، لكن ما تستسلمش وما درس في كره القدم. انت بتتعادل يعني، احنا بنبص في الساعه كانت يعني دقيقة تقريبا 49 و20 ثانية التعادل، يعني فاضل بالظبط 40 ثانية بالظبط يعني، بتقدر ان انت ترجع وتفوز باللقاء، لقاء صعب. واحنا قلنا لهم انا ومدير فني موسيماني قلنا لهم دي هتبقى من اصعب المباريات ان لم تكن اصعبها في الفترة اللي فاتت يعني، لكن هي دي الكورة تشتغل لحد اخر ثانية او اخر نفس في المباراة يعني. مع هدف علي معلول افتكرت هدفك في نفس التوقيت؟ هو هدف بتاع الهدف بتاعي كان برضه، بس السيناريو كان مختلف شويه. يمكن احنا كنا متقدمين بهدف وبعدين اتعادلنا وبعدين اتقدمنا بهدف تاني وبعدين هم اتعادلوا، بس كان في الدقيقه 43، هم اتعادلوا في الدقيقه 43 وربنا كان كرمني ان انا جيت برضه في الجول تقريبا في الدقيقه 93 او 94. لكن ده في الثانيه الاخيره يعني، احنا الماتش بتاعي لعبنا دقيقه ونص، ده في الثانيه الاخيره. الحمد لله ايا كان بقى، في الثانيه الاخيره، في الثانيه الثانية، في الثانية الأولى، في الثانية أيا كان، هو من عمر اللقاء يعني اقفل الصفحة دي. احنا عارفين كويس احنا جايين نلعب المحلة، وواحدة من الأسباب الكبيرة في عدم حصولنا على الدوري السنة اللي فاتت لما خسرنا هنا 1-0، جايين هنلعب سموحة الماتش الجاي يوم الخميس، واحدة من الأسباب برضو اللي عطلتنا السنة اللي فاتت يعني. كل مباراة صعبة وكل مباراة لها دوافع لازم تكون في الحسبان يعني. لكن خلاص في عالم كرة القدم الحديث، في عالم كرة القدم الحديث كل المباريات يعني، زمان لما كنا بنتقدم بهدفين ولا ثلاثة كان يقول لك خلاص المباراة خلصت. أعتقد إن اللي بنشوفه في أوروبا مش في مصر بس، برشلونة بيبقى كسبان 3 وبيرجع 3-3، أتلتيكو مدريد بيبقى كسبان 3-1 وبيرجع 3-3 يعني في الثواني الأخيرة. خلاص المفهوم ده في الكرة أعتقد إن هو يعني لا تأمل لكرة القدم إلا في مع صفارة النهاية وأنت بتاخد حمامك يعني عشان تروح يعني. اقفل الصفحة ديت ونبص لمباراة سموحة بإذن الله. مش مباراة سهلة، مباراة كلها صعبة، حتى الفرق اللي مش هتنافس على البطولة عايزة تقدم عروض قوية قدام النادي الأهلي، وده اللي شفناه من فريق غزل المحلة. ده حقهم، ده حقهم يعني. أنا دايما يعني ما بقولش على الفرق تلعبك ازاي او تلعب ازاي او كميه الجري عندها عامله ازاي، ده حقهم يعني. كل واحد بيحسن من صورته، كل واحد بيحسن من ادائه، كل واحد بيحسن من سعره، ده وضع طبيعي جدا في الحياه يعني، ده حق مكتسب يعني او حق اصيل ليهم يعني. كابتن عوده الحقيقه بحييه الحقيقه يعني، عامل ماتشات كويسه قوي 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 يعني. يعني خلينا ناخد او خدنا الثلاث نقاط نرجع بيهم القاهره ان شاء الله الرحمن ونضمهم لاخواتهم، وبعد كده ان شاء الله الرحمن نشوف مباراه سموحه باذن الله. اربع مباريات فريق المحله ما استقبلش غير ثلاث اهداف النهارده، في مباراه واحده بيستقبل ثلاث اهداف، ده دليل على الغزاره التهديفيه او القوه الهجوميه للنادي الاهلي في هذا اللقاء. عندهم ريتم كويس قوي، انا قلت لك عندهم ريتم كويس قوي، عندهم يعني حتى النقل من الدفاع للهجوم بيعملوه بشكل كويس قوي، الفتره ما بين الدفاع للهجوم بيعملوها بشكل سريع جدا يعني. بحييهم عليها، لكن في النهايه الحمد لله يعني خلينا فرقتنا الحمد لله كسبنا ونبص لبكره باذن الله. مش عايز اتطرق للنقطه دي بس لازم نتكلم على كابتن سيد. النهارده يعني انا اكسبت بس في تعقيب على بعض القرارات التحكيميه للكابتن محمد الحنفي، في قرارات كانت تستوجب الانذار. السنه اللي فاتت انا خسرت مباراه كانت فاول للنادي الاهلي، اتحسبت فاول على النادي الاهلي واتحسبت هدف، اعتقد قرارات كانت غريبه شويه في الشوط الاول. والله بص انا مش عايز اتكلم عن الامور التحكيميه خالص خالص يعني نهائي يعني، مش عايز اتكلم عليها خالص يعني، معلش. انا عايز اسالك على الانذار بقى اللي حضرتك حصلته. عايز اسال انذار. والله ما عارف يعني، مش عارف. يعني انذار لحضرتك وانذار للكابتن سامي قمصان، ايه السبب؟ مش عارف يعني، انا مش يعني هل احنا عشان دخلنا الملعب اي فرقه في العالم بتنزل الملعب يعني عادي جدا، ممكن تكتب في تقريرك او وحتى الكل دول يعني، انا الوحيد بس اللي خدت انذار. يلا خير، انا مش عايز اتكلم في الامور التحكيميه خالص. طب انا عايز اطمن على بدر بنون واطمن على حسام حسن، الكدمه مع حسام في نزول. حسام خد كدمه كده مسمعه في ناحيه الجزء الخارجي من الركبه، ان شاء الله الرحمن تكون الامور كويسه باذن الله. هنطمن على علي كمان دلوقتي، لان علي حتى يعني احنا كنا غيرنا ثلاث توقيتات في التغييرات، لكن علي كان حاسس بالضمه يعني، هو شاط كوره عنده ضمه اصلا يعني،
كلمه اخيره ورسالتك لجمهور النادي الاهلي مع الثانيه الاخيره وقالوا بالروح بالدم الدم الماتش مش هيروح، اعتقد رساله مهمه. انا عايزك تشوف، انا عايزك تشوف بس يعني لو دي اكيد متاحه عندنا، اكيد متاحه عندنا في القناه. انا شوف المحل اول ما جاب الجون، المحل جاب الجون في الدقيقه 49 و20 ثانيه، 49 و20 ثانيه. انا ببص في الساعه 49 و20 ثانيه، يعني باقي 40 ثانيه والمباراه تخلص. انا عايزك تشوف جمهور الاهلي بيعمل ايه، يعني شوف جمهور الاهلي والكوره في شبكه الاهلي في الدقيقه 49 و20 ثانيه. شوف جمهور الاهلي بس، شوف الانفعاله او التون الصوت تون التشجيع عمل ازاي، والكره فيك داخله فيك جون في الدقيقه 49 و20 ثانيه، وفاضل 40 ثانيه بس، انت لسه هتسنطر، يعني لسه هتسنطر. انا عايزك تشوف بجد والله، ركز عليها بس، هات تون الصوت، يعني تكتم صوت المباراه خالص وعلي صوت الجمهور بس في ده. تقول لهم ايه يا كابتن سيد؟ يعني ما فيش كلام يوصف الصراحه خالص. يعني كابتن ايمن، اعتقد لقاء مهم وكلام مهم.